تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أضع علامة في الخانة المناسبة. لدينا المادة سائلة أو صلبة، مادة العصير، مادة الملح، ومادة العسل. نقول إن كانت هذه المادة سائلة أم صلبة. العصير، أحسنتم، نشرب العصير، هي مادة جيد سائلة. الملح، أحسنتم، مادة صلبة. العسل، كذلك نشرب العسل، جيد، مادة سائلة. إذن لدينا العصير والعسل مادة سائلة أو جسم سائل، والملح مادة صلبة. ننتقل إلى التمرين الثاني. 4 بين المادة وما يناسبها. لدينا الجليد، الخشب، الشوكولاتة. الجليد، الخشب، الشوكولاتة. تنصهر بالحرارة، لا تنصهر بالحرارة. تنصهر بالحرارة معناها المادة تدوب. إذا ذابت المادة لما نضعها في الحرارة مثلا في الشمس نقول أنها تنصهر، إن لم تدوب نقول لا تنصهر بالحرارة. إذا لدينا المواد، المادة الأولى هي الجليد، إذا وضعنا الجليد في الحرارة هل ينصهر أم لا ينصهر؟ أحسنتم، الجليد، مادة الجليد تنصهر بالحرارة، معناها تدوب لما نضعها في الحرارة. الخشب إذا وضعنا في الحرارة لا يدوب، نقول أنه، أحسنتم، مادة الخشب لا تنصهر بالحرارة. لدينا الشوكولاتة، إذا وضعناها في الشمس مثلا فإنها تدوب، نقول أن مادة الشوكولا، جيد، تنصهر بالحرارة. الأجسام التي تدوب نقول أنها تنصهر. إذا لدينا الجليد والشوكولاتة تنصهران بالحرارة، بينما الخشب، مادة الخشب لا تنصهر بالحرارة. ننتقل إلى التمرين الثالث. ضع صحيح أمام الإجابة الصحيحة وخ أمام الإجابة الخاطئة. إذا لقينا الإجابة الصحيحة نكتب ص، خاطئة نكتب خ. الهواء محرك للأشياء أحيانا ومريق لها أحيانا أخرى. الهواء يحرك الأشياء في بعض الحالات ويعيقها، يمنعها من الحركة في أحيان أخرى. نأخذ مثلا عالم مرفوع فوق البلدية، الهواء يحركه، إذا الهواء محرك للأشياء أحيانا ومعيق لها أحيانا. نأخذ مثلا عصفور يطير في السماء، فإن بعض الحين الهواء يمنعه أو يعيقه من الحركة، لا يسهل له الحركة. إذا العبارة صحيحة، الهواء محرك في بعض الأحيان ومعيق في بعض الأحيان أخرى. إجابة صحيحة. يمكن تمزيق الورق المقوى المتين بسهولة. يمكن تمزيق الورق المقوى المتين بسهولة. المتين معناه صعب التمزيق، إذا المتين لا يمكن تمزيقه بسهولة. أحسنتم، خطأ. المتين معناه لا يمزق بسهولة، أنا قلنا يمكن تمزيقه بسهولة، خطأ. تزداد متانة الجسم كلما ازدادت به الأخاديد. متانة الجسم معناه الجسم يصبح متين كلما ازدادت، كلما كثرت به الأخاديد. أحسنتم، صحيح، لأن الأخاديد تزيد في متانة الجسم. إذا كان لدينا وجد لدينا جسم كثرت أو ازدادت به الأخاديد يصبح متينا، أي تزداد المتانة. تطفو بعض الأجسام فوق سطح الماء، أجسام تطفو فوق سطح الماء بسبب لونها. تطفو بعض الأجسام بسبب لونها، أحسنتم، خطأ، إنما بسبب شكلها أو خفة وزنها. إذا كان وزنها خفيف أو شكلها مناسب فإنها تطفو، ليس بسبب لونها. نعيد مراجعة العبارات. الهواء محرك للأشياء أحيانا ومعيق لها أحيانا، صحيح، يمكن أن يكون الهواء محرك أو معيق. يمكن تمزيق الورق المقوى المتين بسهولة، الورق المتين لا يمكن تمزيقه بسهولة. تزداد متانة الجسم كلما ازدادت به الأخاديد، صحيح، كلما ازدادت الأخاديد زاد الجسم متانة، صحيح. تطفو بعض الأجسام فوق الماء، فوق سطح الماء، متى تطفو الأجسام أو لماذا تطفو الأجسام؟ بسبب لونها، خطأ، بل بسبب خفة وزنها أو شكلها. ننتقل إلى التمرين الرابع.
اكتب الكلمات التالية في مكان الفارغ. لدينا كلمات أغراض، النشر، التفكيك، أدوات، القطع، التركيب. نريد قراءتها. أغراض، النشر، التفكيك، أدوات، القطع، التركيب. في محيطي، أحسنتم، بسيطة، أدوات بسيطة، أدوات بسيطة ومتنوعة. نستعملها لي، نستعملها مختلفة، جيد، لأغراض مختلفة، أغراض مختلفة. نعيد قراءة الجملة. في محيطي أدوات بسيطة ومتنوعة، نستعملها لأغراض مختلفة. بعضها لي، بعض هذه الأدوات تستعمل لي، أحسنتم، للقطع. وكذلك و النشر، القطع والنشر يتشابهان، القطع والنشر. والبعض الآخر، بعض الأدوات تستعمل في لي، أحسنتم، للتركيب. وجيد، والتفكيك. إذن بعض الأدوات نستعملها للقطع والنشر، وبعض الأدوات نستعملها من أجل التركيب والتفكيك. نعيد قراءة الجمل. في محيطي أدوات بسيطة ومتنوعة، نستعملها لأغراض مختلفة. هذه كلها أغراض، القطع، النشر، التركيب، التفكيك، كلها أغراض مختلفة. بعضها للقطع والنشر، والبعض الآخر للتركيب والتفكيك. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.